تحت رعاية معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، نظم مجلس النواب بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل بعنوان تقدير الموقف السياسي. وقدم الورشة سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وذلك إنفاذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس والمعهد الذي عد برنامجا خاصا لتنمية مهارات أعضاء مجلس النواب تحت عنوان مهارات برلمانية. وخلال الورشة أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية على أهمية التعاون الوثيق والتكامل البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إرساء التقاليد الصحيحة للممارسة الديمقراطية. كما أوضح وكيل الخارجية أن الأمن الوطني لأي دولة يرتبط ارتباطا وثيقا بدقة تقدير الموقف. تأتي هذه الورشة انطلاقا من حرصنا في وزارة الخارجية على تعزيز أواصر التعاون مع مجلس النواب، مقدرين تنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية لهذه الورشة المهمة. واستعرضت مع أصحاب السعادة النواب آليات تقدير الموقف السياسي وانعكاساته والمنهجيات المختلفة في إعداد الموقف السياسي وإمكانية تعزيز التعاون القائم بين وزارة الخارجية ومجلس النواب في هذا الصدد. حقيقة هذه الورشة كانت مهمة جدا لنا كنواب، احنا كممثلين الشعب وممثلين البحرين لخارج البحرين. لابد أن النائب يكون عنده اطلاع على السياسات البحرينية مع الدول الخارجية. بفضل الله عز وجل استفدنا كثير اليوم من هذه الورشة، علشان يكون عند النائب تصور لما يصدر بيان أو يوقع على اتفاقية، سواء بالإيجاب أو بالرفض، لابد يكون عنده تصور كامل. اليوم ضروري لكل نائب أن يقدر الموقف السياسي وهو لقراءة المواضيع والأمور المطروحة في الدولة، إن كان من سياسة داخلية أو السياسة الخارجية. جلالة الملك الله يحفظه ويطول عمره في مملكة البحرين دائما ما يحث على توطيد العلاقات بين البحرين والدول المجاورة والدول الأخرى، فالبحرين هي نموذج في الشرق الأوسط للتعايش السلمي والسلام. أهمية هذه الورشة اليوم جدا مهمة، على أساس أن احنا اليوم تطرقنا إلى أكثر من جانب، لا هو التقرير السياسي. شنو هو التقرير السياسي؟ هناك أنواع من التقرير السياسي، منهجية في التقرير السياسي، هناك عملية طرح، عملية جمع معلومات، هناك منهجية، منهجية تصويرية، منهجية تحليل، منهجية جمع المعلومات. كل هذه لازم تكون في إطار معين أثناء الدراسة وأثناء طرح التقارير، كانت إقليمية أو دولية.